سلاح قاعد يفتر بشوارع بغداد، ما نعرف شنو الأسباب وشكو، وما نعرف شنو الفيلم هذا، مفترين مسلحين كاتين الشوارع، جيش مقتدحات. شوف شنو السالفة، شنو هالإرهاب هذا؟ هذا إرهاب، إرهاب لو مو إرهاب، وين الدولة؟ وين الدولة؟ أريد نشوف الدولة وينها، وين الدولة؟ وين نظام الدولة؟ وين يدعم؟ يلا يلا شوف 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 هاي بغداد الساعة 7:10. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لماذا انتشرت ميليشيا السرايا يوم أمس في شوارع العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب؟ هل هي رد على المهرجان الشعري بمناسبة مرور سنة على مجزرة النجف قبل أيام، حيث اتهم فيه الحاضرون مقتدى الصدر وأتباعه بارتكاب مجزرة النجف؟ هل الانتشار رسالة سياسية لباقي الكتل السياسية قبل الانتخابات، مفادها نحن التيار الصدري أقوى من الجميع؟ ما الذي يريده مقتدى الصدر من هذه الخطوة؟ يوم أمس تحدث مصطفى الكاظمي، والتساؤل الأبرز أين هو القائد العام للقوات المسلحة من كل ما حدث؟ لماذا اكتفى بالتغريد على تويتر فقط، حيث قال بأن لن نتنازل كما قال عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية، الانتخابات استحقاق وطني كما يقول، يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي، البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة لن نتهاون مع المتجاوزين كما قال. لماذا لم يصرح صراحة مصطفى الكاظمي في تغريدته، أو يبين اليوم لماذا هذه الميليشيات، هذه العناصر التي هي بالقانون على أساس تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، شنو اللي إجاهم؟ هم يقولون أكو أنباء عن دواعش وبعثية في بغداد وفي محافظات الجنوب، ونزلوا لإرسال رسالة لهم ولبعض المندسين كما قالوا، يقصدون فيها المتظاهرين وثوار تشرين. طبعا لا وزارة الدفاع صرحت، لا وزارة الداخلية، لا القائد العام للقوات المسلحة. اللهم بعض التصريحات التي تقول مثل ما جاء على لسان أحد القياديين في التيار الصدري، بأن الانتشار اللي صار البارحة هو بالتنسيق مع القوات الأمنية، وهذا طبعا شيء مو صحيح، ما إلى أي يعني بيان أو ترتيب أو أعلنت عنه حكومة الكاظمي يوم أمس. يوم أمس سالت حالة من الغضب الشعبي بعد انتشار عناصر ميليشيات الصدر في بغداد ومحافظات أخرى. عبر ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لمفهوم اللا دولة في العراق. أكد الناشطون بأن ظهور المسلحين وهم يحملون رشاشات وبنادق آلية، فيما يحمل بعضهم قاذفات صواريخ وأسلحة متوسطة العيار، وسط ترديد لهتافات تمجد مقتدى الصدر والتيار الصدري وتتعهد بالقتال ضد من سموهم بالأعداء، هو ترسيخ لنفوذ الميليشيات في ظل غياب سلطة الدولة والقانون. وأشار إعلاميون إلى موقف رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الذي اعتبروه بالمتخاذل، حيث قال بأنه لن يتهاون مع المتجاوزين، ويقصد طبعا هنا الشعراء والناشطين. اتهموا كذلك مقتدى الصدر بقتل المتظاهرين في مجزرة ساحة الصدرين في النجف، ولكنه غض الطرف عن احتلال ميليشيا مقتدى الصدر أجزاء عديدة من عاصمة بغداد ومحافظات أخرى، وكأن الأمر لا يمس هيبة الدولة وسيادتها. طبعا قبل أيام هم اعتقلوا واحد من جماعة العصائب اللي اعتقلوه جهاز مكافحة الإرهاب على مود موضوع صواريخ الكاتيوشا،
هم نزلوا العصائب وسقطوا بغداد وما حد قدر يفك حلقة وياهم. هم هذا صار بتنسيق أمني، قالوا لو تطلعون هذا واحد من جماعتنا لو احنا نبقى بالشارع. وظلهم هم وسلاحهم إلما فضوها بيناتهم وراها بكم ساعة حتى انسحبوا. احنا كل ما يزعل فلان والخط الفلاني وتاجر راس ما أدري منه ويقوم ينزل جماعته ويطلع إن مصطفى الكاظمي هاي خوش إنه مودة يغردون الجماعة، لا يغرد بالعربي وبالكردي وبالإنجليزي ما شاء الله، هذا إنجاز مو إنجاز على قولة عادل عبد المهدي، ثلاث لغات دي يغرد لكم الرجال، ولا كأنه الأمر يعنيهم. الأمر فوضى، البلد مستباح لهذه الميليشيات، ويتكلم لك يقول لك لا والله احنا تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. جيب لي تصريح واحد أو بيان من القائد العام للقوات المسلحة أمر هذه. زين هو من يؤمر بإنزال قوات هو بس على ميليشيا السرايا حتى تنزل بالشارع؟ لو كل القوات تنزل بالشارع المفروض وتكون خطة معدة ومرتبة وبالتنسيق مع الدفاع والداخلية. نزلوا البارحة والناس الصرقعات بغداد وغير بغداد يباوعون يستذكرون أيام الطائفية 2006 اللي تمت على إيد جيش المهدي وغيرها من الميليشيات ومن تنظيم القاعدة، والناس خايفة. ويحكي لك مصطفى الكاظمي بهيبة الدولة. أي هيبة الدولة؟ إش خليتوا أنتوا بالدولة حتى يبقى شيء من هيبتها؟ ما بقى شيء، ما بقى شيء، بقالكم بس التغريد ما شاء الله، عندكم بس التغريد. إذا نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وإلى آرائكم حول ما تم يوم أمس من انتشار كثيف لعناصر ميليشيا السرايا بقيادة مقتدى الصدر في شوارع العاصمة بغداد وفي المحافظات الجنوبية. كذلك يعني عمت حالة من الغضب بين المواطنين تجاه انتشار ميليشيا الصدر في بغداد والمحافظات، وأكدوا بأن هذه الممارسات تظهر غياب الدولة بشكل تام ونفوذ الميليشيات المتغول في العراق. خلونا نشوف هذا المقتطف ونرجع لكم. ساحة الحبوب يقولوا لهم طرف ثالث، البصرة يقولوا لهم طرف ثالث، النجف انكشف الطرف الثالث منه، انكشف مقتدى القاتل، انكشف انكشف انكشف. قال طلعوا بقلوا صوته، قال أني جريت لبعنه ما أحسي، خلونا نحكي، خلونا نكشف للعالم، خلونا نكشف للعالم، خلي العالم كله يدري وين المنظمات الدولية، وين حقوق الإنسان، وين الدولة، وين القانون. اجوا اجوا عليهم، حرقوا الخيام عليهم وقتلوهم، قتلوهم بدم بارد. نعم. بينما يتحضر المقتطف طبعا في سياق متصل، أكد شهود عيان قيام ميليشيا السرايا بإطلاق الرصاص في شوارع البصرة بهدف بث الرعب بين صفوف الناشطين المناهضين لمقتدى الصدر وسط صمت مطبق للسلطات الحكومية. طبعا في البصرة كذلك أكد شهود عيان قيام ميليشيا السرايا بإطلاق الرصاص كما أشرنا. عضو في لجنة الأمن البرلمانية حذر من مخاطر تحركات ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر على الأمن في العراق، محملا الحكومة مسؤولية فرض سلطة الدولة. ونقل الصحيفة العربية الجديد عن العضو في اللجنة بأن الانتشار المكثف لميليشيا السرايا السلام خطير للغاية، وبأن الأجهزة الأمنية تتجنب الاقتراب منها ولا يوجد أي تنسيق أمني بين الطرفين. وأكد بأن ما جرى يعد مؤشرا خطيرا للغاية، لا سيما بأن الحكومة لم تحرك ساكنا ولا يتوقع منها أي موقف لفرض هيبة الدولة في وقت يستعرض فيها أتباع الصدر القوة والسلاح في الشوارع، محملا الحكومة مسؤولية أي خرق أمني قد يحدث من جراء هذا الانتشار. نرجع إلى المقتطف حول حالة الغضب بين المواطنين. مسلح قاعد يفتر بشوارع بغداد، ما نعرف شنو الأسباب وشكو، وما نعرف شنو الفيلم هذا، مفترين ومسلحين كاتين الشوارع، جيش مقتدى. هاي شوف شنو السالفة، شنو هالإرهاب هذا؟ هذا إرهاب،
ارهاب لو مو ارهاب، وين الدوله؟ وين الدوله؟ اريد نشوف الدوله وينها، وين الدوله؟ وين نظام الدوله؟ وين يدعم؟ يلا يلا شوف 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 هاي بغداد الساعة 7:10 يوم 8/2. ليش يعني صلاة السلام نازل الشوارع جاي توفر الأمن هنا بالبصرة؟ ليش هذا الرمي؟ تقريبا هذا الرمي صار بالربع ساعة وكل ساعة أقوم أصور، قلت لا هسه يسكتون، بس دولي ما يسكتون. كيسيات كلاشينكوفات مسدسات، حتى تسمع صوت رمانها. وين انت يا أسعد العيداني؟ وين انت يا قائد شرطة البصرة؟ اسمع جرة واحدة يجرها. ويغرد مصطفى الكاظمي على تويتر بثلاث لغات ويتكلم عن هيبة الدولة ويهدد الناشطين والمتظاهرين. زين انتم مو عندكم بالدستور اللي كتبتوه انتم والامريكان او فرضوه عليكم الامريكان حرية التعبير؟ يعني اليوم اذا واحد يريد يعبر عن رأيه وينتقد اي شخصية كانت بالدستور، ماكو انه والله اكو شيء اسمه هاي خطوط حمر، ماكو خطوط حمر. الانتقاد وارد، انتم تقولون احنا دولة ديمقراطية ومن حق المواطن انه يعبر عن رأيه. زين اذا هو بالدليل القاطع قتل ولدهم وخون الناشطين ولاحق واختال وإلى آخره، وتعال لا تحكي لا تسولف معنا. ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر، انت من العاصمة بغداد. ابو عمر البارحة شنو اللي صار يمكم؟ نعم. ردة فعلكم، تفضل اخي. نعم، حياك الله استاذ عمر وحيا الله قناه الرافدين البطله. اهلا وسهلا استاذ عمر. بالنسبه البارحه اللي كان ببغداد والمحافظات اللي طلع بيان مقتدى صدر بانه اكو مجاميع ارهابيه وسيارات مفخخه سوف تدخل بغداد وهددت بغداد، طيب احنا الجيش العراقي والقوات الامنيه اللي موجوده يعني اعداد كبيره ما طلعت، بس طلع منه مقتدى الصدر هو اللي هو حامي العراق اللي هو حامي بغداد، طيب شنو دور الجيش القوات الامنيه من يطلع زعماء الميليشيات كمقتدى الصدر وباقي الميليشيات اللي هم يقولون احنا نحمي العراق ونحمي العتبات المقدسه، طيب اي عتبات مقدسه تحموها؟ وانتوا عندكم حرقتوا في السنوات الماضيه اللي حرقتوا الجوامع والقرائن اللي حرقتوها، يعني انتم من باب تحمون عتبات مقدسه من باب تحرقون بيوت الله، يعني كيف يعني هذا؟ علينا من تكذبون، علينا من تكذبون. زين قتلتوا المتظاهرين وقتلتوا الشعب العراقي وقتلتوا هجرتوا، زين كيف تحمون بغداد وانتوا الصراعات السياسيه اللي متواصله بيناتكم بين نور المالكي وبين الاحزاب اللي متواصله فيما بيناتكم على دماء الشعب العراقي؟ يعني احنا البارحه كنا في بغداد ومحافظات اللي هي قوات القبعات الزرق اللي خرجت باسلحتها وسياراتهم بانه سوف يتصدون لاي هجمه ارهابيه، طيب انتم هذا فعلكم ارهاب واكثر من ارهاب، طيب وين هيبه الدوله؟ وين وزاره الداخليه؟ وين الشرطه العراقيه؟ يعني هذول ناس اللي للاسف الحكومه العراقيه، طيب اذا كان وجودهم في العراق وفي بغداد هاي القوات، شنو فائده وزاره الداخليه قدرت تعطي رواتب للجيش العراقي والقوات الامنيه؟ شنو فائدتهم؟ طيب هذول خلي يعني اخرجهم من هذه القوات الامنيه، اخرجهم واخلي هاي الميليشيات اللي هي تحكم العراق، طيب اذا حكمت العراق اللي هي جاي تقتل ودمرت الشعب العراقي، شنو فائده الجيش العراقي والشرطه الامنيه والقوات الامنيه؟ شنو تشيل بالجثث العراقيين؟ يعني ما تدري هاي الجثث اللي جاي يقتلون بيهم واللي جاي هاي الاحزاب اللي جاي متواصله،
يعني ما معقول انه القوات الامنيه وزارات الداخليه اللي موجوده كافه انواعها، يعني ما تعرف هاي الميليشيات شنو دولتها وشنو من يقولون هيبه الدوله، اي هيبه الدوله وانتم جاي تنكسرون امام هذه مقتدى الصدر وحزب الله وكافه الاحزاب اللي هي جاي مدمره للشعب العراقي، وين هيبتكم؟ لا. وين صوتكم؟ ما تقدرون واحد تعتبرها هاي هذا النزول ايش تعتبره؟ هل هو رسالة سياسية؟ هل هو رد على 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 مهرجان النجف اللي اتهموا به صراحة المقتدى وأتباعه بقتل أبناء النجف العام الماضي؟ أستاذ هو بالدرجة الأولى يعتبروها رد يعني على المهرجان القاعة الجواهري اللي أبناء محافظتنا بطل النجف وكافة المحافظات احترام الباخين الناصرية وكلها، هذه يعتبرون رد لهم يعني بأنه احنا فوق الدولة فوق لا. القانون اللي قاعد يعني دنأبي بكم، لا يوجد قانون، معناته بأنه بالحكومة الكاظمي بأنه لا يوجد قانون عندكم، لا يوجد قوات أمنية. نعم أبو عمر، من يعني أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. أبو حسين من البصرة، تفضل أبو حسين. أبو حسين تسمعني؟ أبو حسين هناك مشكلة اتصال مع أبو حسين. عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. أبو حسين تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. شلونك؟ يا هلا بيك، الله يسلمك. بالنسبة اللي هاي هسه يعني هذا الشيء مستقبلا بالنسبه لهوسه عبر العام، هوسه مقتدى العراقيين بالاتفاق وبدرايه الكاظمي وكل الاحزاب على انه يفرض سيطرته على العراق كله وبدونهم طبعا. وبدونهم بقوته، يعني هو بقوته واسلحته ما حد يقدر يحكي وياه. نعم. فبالتالي استهزأ وهاي الأيام من سوالف أكو جهة يعني تحدثت ولو حديث هيك برا يعني مو بوجه وجه أو برا يعني مو بوجه وجه الوجه أو هذا خطر على العراقيين. ماكو واحد إذا كل وكلهم باعتبار الحكومة والأحزاب كلهم فهو يريد يعني يستغل انه يقول لهم اكبر من الحكومه واكبر من الجيش واكبر من اقوى من اي شخص عراقي هنا. يعني اذا عنده شخصيه او عنده قوه خليه نفسه. نعم. فبالتالي هذا الميليشيات ما تتحركها لا يسلم داعش ولا غيره. نعم. أنا أشكرك أبو حسين من البصرة كان معنا. عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ عمر؟ يا هلا بيك، حياك الله، الله يسلمك ويخليك. أستاذ عمر، اللي شفناه البارحة صراحة يعني فوضى بكل معنى الكلمة. يعني اعتبرها هذه فوضى مجتمعية وتهديد للسلم للأهلي. يعني لما ميليشيا تهدد الدولة، يعني احنا ما عندنا دولة، يعني اللي جاي يحكم البلد هو الميليشيات والأحزاب. زين انتم لما عندكم، انتم الأحزاب لما عندكم خلافات بيناتكم، شنو دخل الشعب بهالخلافات؟ انت عندك خلافات انت والمالك، تستعرض القوة مالتك وتستعرض تفتر العضلات وهاي العسكريات، هاي بيناتكم انتم. اما تعرضها على الشعب والبارح التروية والتخويف، هذا ما يجوز. هذه زين انت قلت يعني معلومات شبه مؤكدة. زين انت لما تقول معلومات شبه مؤكدة، انت يا اخي انت مو دولة، انت مجرد يعني حزب مشارك بهاي الدولة. مو اكو عندنا قوات امنيه وعندنا جيش وعندنا شرطه وداخليه. زين هذه شنو دورها وشنو وجودها؟
يعني هذا البارحه اللي صار يعني دليل واضح بانه احنا ما عندنا دوله، احنا عندنا سلطه. وخلينا اقول لك استاذ عمر، نعم بالنسبه يعني منظمه يونامي، ارجو ان تتبه وياي هذه، وجود منظمه يونامي من 2003 لحد هذا اليوم، وجود منظمه يونامي اللي هي تابعه للامم المتحده، وجودها بالعراق شنو؟ يعني وجودها على ان العراق مو دوله، العراق يعني جاي يعيش بازمه. وجود هذه المنظمه بانه العراق لحد الان ما محترم به كدوله، واللي شفناه البارحه هو دليل واضح بانه انفلات وفوضى، وما عندنا اي دوله تحمي الا الشعب، وماكو غير رب العالمين اللي يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي لك استاذ عمر. حياك الله عبد الرزاق من باب الكلام معنا. محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. يا هلا بك. راكم الشريف. حياك الله. الله يسلمك. حماري ما في دولة، احتلال إيراني. نعم. أي دولة؟ احتلال إيراني حتى ما شاء الله يكون دولة. ولا في دولة. ليش حتى العراق ما لا يقل فإن شاء الله قطر العراق منه. ما في دولة احتلال إيراني وكوميليشيات قوت إيران تتفارع ما بينها من أجل السلطة. هم أرادوا يشوفون عضواتهم بالحوار من أجل انتخابات انقلبت. هم قالوا إحنا اليوم عضو القناة الشرقية يقول إحنا إذا ما بصير انتخابات معناته نتدور. زين أخي محمد، يعني نتكلم بصراحة، وهذا دائما يطرح التساؤل من الإعلاميين، من المثقفين، من الناس بالشارع. يعني مرة يطلع علينا مقتدى الصدير يقول أنا جمدت جيش المهدي، مرة يطلع جمدت السرايا، مرة انسحبت من العمل السياسي، مرة ما لي علاقة تبريت من النواب اللي يمثلون التيار الصدري، مرة يقول لك والله جرة إذن، وجرة الإذن راح بها شهداء في مجزرة النجف العام الماضي. شي يريد؟ يعني هذا السؤال، شي يريد يوصل؟ يعني هو هذا السؤال. والله ما هو يدعي انه رجل دين. شلون؟ ما له علاقة بالسياسة، هو يريد السلطة. نعم. يريد السلطة في عمان، اي طبعا. يعني وصلت فيه انه نزل سرايا السلام في الشوارع. وهو موهوس بالشرطة. يقول انه رجل دين والناس تتبعه، هو يريد السياسة الناس. هو قتل الناس والعالم، هي حقيقة. يا سرايا السلام انتشر الشوارع، هي قتلت الناس. الشوارع المتظاهرين. يعني وقت الحكي أنصار يقول لك لا، السيد ما له علاقة بالسياسة. هو يطلع بالشاشة ويعترف يقول لك من 2003 ولغاية الآن ما شكلت حكومة إلا برضا مقتدى الصدر. هو ده يعترف بعظمة لسانه. شو ما هم صدريين صدريين تسمعني؟ أنصار يقول لك السيد ما له علاقة بالسياسة، ومرة هو هم يعني اعترافات قديمة يقول لك أنا ما لي علاقة بالسياسة، وهو يطلع بتصريحات، له تصريح يقول لك إحنا من 2003 ولغاية الآن لو مو إحنا ما تشكل ولا حكومة، كلها برضانا. انقطع اتصال مع محمد من هولندا. كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. وين الكاظومي؟ وين الغانومي؟ وين الحلبوسي؟ وينك مرهم؟ وينك هيثم؟ عن الدولار، عن الدينار، عن مدارس، عن مشافي، عن الدماء،
لعنة الله عليكم يا زمرة النواب يا زمرة الأباطيل. ها يا رجالك يا أهلا بكم من جديد. معنا اتصال أبو محمد من أربيل. تفضل أبو محمد. عليكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. يا أهلا بك أستاذ عمر. حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام. يقول آية المنافق ثلاثة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. وهاي ثلاثة يطبق على مقتضى الصدر. شلون أبو محمد؟ قلت لك حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق. نعم عليه الصلاة والسلام. أي شلون أنت تقول ينطبق على هذا الشخص؟ إذا حدث كذب. نعم. وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا ثلاثة يطبق على مقتضى الصدر. من يوم دخل البرلمان، من يوم دخل يوم لما طب البرلمان، أنا قلت لكم هذا الرجال منافق. عندما يطلع الشعب يتظاهر يطب البرلمان ويطب منطقة الخضراء ويخرب المظاهرات. هذا الرجال منافق، هذا الرجال جاي يقتل الشعب العراقي. هذا رجل إيراني من يوم هقلت لكم أنا. هذا الرجال مو عراقي أصلاً. وبعدين تعرف شنو الدولة شنو شغلها؟ الكاظمي شنو شغلها؟ شنو واجب الكاظمي؟ والله العظيم ليش مرة يهددون قصدنك؟ هالمرة راح يقصدون الكاظمي إذا يحكي الكاظمي. هذا الكاظمي شنو شغله؟ زين خلي يسلمون الحكومة الدولة، خلي يسلمون المقتدى الصدر، خلي يطلعون هم من الجيش من الحكومة. لا شنو شغل وزارة الداخلية؟ شنو شغل الشرطة والجيش إذا مقتدى الصدر هو الحاكم العراق؟ نعم. يعني كافي هالمنافقين، كافي هالنفاق، كافي هالقتل، كافي هالدمار العراق. ودمرت العراق، دمروا العراق ولا. نعم. وأشكرك. شكرا أبو محمد من أربيل. كان معنا أم مصطفى من العمارة. تفضلي أم مصطفى. أيوه. تفضلي. أيوه. أسمعك أم مصطفى. تفضلي. أيوه. تفضلي. أيوه. يبدو هناك مشكلة بالاتصال مع أم مصطفى من العمارة. طبعا بدوره اعتبر النائب باسم خشان الانتشار المسلح لميليشيا السرايا في بغداد والنجف وكربلاء بأنه رسالة مفادها بأن القانون أصبح تحت أقدام السياسيين بحسب تعبير. أضاف خشان بأن ميليشيا السرايا تابعة للتيار الصدري، وهي الكتلة التي ترشح للانتخابات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي من المفترض أنه يمنع أي حزب له جناح مسلح من المشاركة بالعملية السياسية بصورة عامة. وأشار إلى أن الكارثة الكبيرة هي أن كل الأحزاب المشاركة في السلطة لها أجنحة مسلحة خارج سيطرة الدولة. أوضح بأنه كان من المفترض بالحكومة التصرف كسلطة الدولة إزاء انتشار ميليشيا السرايا، وإلا فعليها تحمل عواقب ما سيجري بعد هذا الانفلات الأمني. معنا اتصال عثمان من بغداد. فضل عثمان. عثمان من بغداد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تفضل. يخليك عن موضوع. تفضل أخي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني من التلفون مباشرة. الله يخليك. نص التلفزيون للأخير. أخوي بخصوص برنامجك بخصوص انتشار سرايا. نعم. شكل مو طبيعي. اولا التوضيح، يعني انت ان شاء الله اخونا عن نبدأ عن مرض الشرطة. اذا كان اكو خلل بالبلد سواء احنا وعلى اشياء فاذا اخواننا السنة نعم تصير لاخواننا السنة اكو تعرض عليهم او عن كذا، هنبدأ نضرب هاي الامور الطائفية ميليشيا مقتدى، وهي حتى مصطلح ميليشيا مقتدى إذا صدر سواها ميليشيا. نعم. يعني مو حلوة بحقها.
ناصركم بكل شيء. ايش ناصر؟ يا اخوي العزيز احنا نقطع من هاي الطائفيه. يا اخي يا طائفيه، هسه احنا ما بدنا نحكي بالطائفيه، احنا بدنا نحكي على موضوع الدوله. ليش نزل البارحه؟ ليش نزلوا يا اخي؟ ليش نزلوا البارحه؟ البارحه ايش جاوبني؟ اعطيك معلومه. جاوبني اذا اكو معلومه استخباراتيه. منو انت حتى تعطيني معلومه استخباراتيه؟ انت مصدر امني؟ انت ضابط بالاستخبارات لو شنو؟ لا لو سوالف فيسبوك وتويتر استخباريه. تفضل. هل يصير استخباريه يجي يقول لك هذا كمقدم صار تعرض؟ افتح لي الصوت هنا عزيز المخرج، افتح لي الصوت هنا. نعم يا اخوي الغالي، شنو المعلومه الاستخباراتيه؟ ما اعطتني اياها. احنا شغلنا فيها مو انتم هسه هذا البرنامج من الاساس. شنو المعلومه الاستخباراتيه اخي العزيز؟ احنا هنا بالبرنامج تريد تطش اسم مقتدى الصدر. المعلومة الاستخباراتية شنو؟ احنا نريد نقعد عنها، يعني مو حلوة ترجع يعني ما تقول لي ذبحتوا لنا مقتدى الصدر وبالاخرين يا اخي ذبحتوا الناس 18 سنة، ايش ذبحتوا لنا انتم؟ خاطر الله جاوبني على المعلومة الاستخباراتية. اي نريد عراق بدون هاي العمايم، بدون هذه الرموز الفاسدة. احكي لك اياها بصريح العبارة، اعطيني شنو المعلومة الاستخباراتية؟ ما اعطتني اياها، شنو المعلومة الاستخباراتية؟ يعني ترى باع الحرامي اللي يجي يلبس زي مهندس زي باخر زي ديني، هذا حرامك انت ما يصح كلها مو حلوه. ها يعني هو حرام، خلي ببالك كل زي يجيك باكثر من وجه، فيعني مو مدى يجاوب. مدى يجاوبني المعلومه الاستخباراتيه شنو؟ يعني انا من الضروره اخذك صدق اكثر الناس هي عبره بس عشان شنو عبره؟ احنا ما بدنا نحكي بالطائفيه على كيفك ترى. يعني هي الدوله ما 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 الصدر وهادي وغيره، هي الدوله هم لازميها. شنو معناتها من دا ينزل البارحه بالشارع؟ هذا التساؤل. ما حكينا احنا بطائفيه، احنا دا نتساءل مثل ما العصائب قبل فتره وانتم مو حبايب ويا العصائب، حشينا على العصائب قلنا ليش نزلوا بالشارع؟ لأن دولة اعتقلت على أساس الدولة عندنا، جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل واحد من مطلقي الصواريخ ونزلوا بالشارع وسقطوا بغداد. طرحنا هذا التساؤل، ليش يابا نزلوا بالشارع؟ وين الدولة؟ هم مو فصيل مثل ما يقولون هم تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ ليش زعلوا؟ ده نطرح هذا التساؤل، نطرح احنا هنا بالشاشة. لا عبالك احنا يعني مع احترامي إليك أو لجماعتك في هذا المنبر احنا نطرح على الكل، ما عندنا خط أحمر، العراق هو الخط الأحمر عندنا. يعني احنا ما يعني حيشاء ولا ثوبنا، احنا ما دنسب ونشتم مثل بعض المنابر، لا احنا دنطرح موضوع، دنتساءل لماذا جماعة مقتدى الصدر البارحة نزلوا بالشارع؟ شنو الغاية؟ أكو شيء لزموا أحد؟ أكو مركبة فضائية نزلت بالعراق ولزموهم؟ أكو وحوش جتي؟ شنو القضية؟ ليش تزعلون أنتوا؟ ليش تتحسسون من هذا الموضوع؟ خلي يطلع هو ويحكي، خلي يطلع ويحكي ويقول شك وشنو اللي صار؟ ذبحتونا أنتوا، قال الخطوط الحمر وقال التيجان الروس، وش حصلنا منهم صرنا 18 سنة غير الفقر والنزوح والناس ميتة من الجوع؟ حكي هذا عيب؟ استحوا، كافي عبادة أشخاص، كافي تعبدون بالشخص، كافي حبيبي. لا الله يا حسن عندك معود واحد والله. شون؟ إنسان يا مالك الصوت يقطع يا أخي، الصوت يقطع، ارجع اتصل مرة ثانية، سد السماعة وارجع اتصل مرة ثانية، سد السماعة وارجع اتصل مرة ثانية حتى نفتهم من عندك. أنت قلت أكو معلومة استخباراتية ما أعطتنا إياها، شنو هاي المعلومة الاستخباراتية؟ ما أدري. العراق سقط نصه بيد داعش وانهزموا 70,000 من الموصل، وين الاستخبارات؟ وين الجيش؟ وين الشرطة؟ وين مكافحة الإرهاب؟ بعدين الحقونا التحالف الدولي، الحقونا الأمريكان، اجوا الأمريكان طيروا الأف 16 دمروا المدن، وبعدين هسه الجماعة يقول لك والله لازم يطلعون الأمريكان. ما افتهم شو تريدون انتم؟ ما أدري. جابوكم الأمريكان على الكرسي
وطاكم بالحكم ولن تفلحوا بقيادة هذا البلد. هدمتوا البلد، خليتوا من أفقر البلدان، من ضمن أفسد البلدان على مستوى العالم. الجواز العراقي ما حد يقلبه، المواطن العراقي ما حد يقلبه، ما حد يريده، كل الصيح عوذة عوذة، ما حد يريده بعد بسببكم، بسبب هذه الرموز الفاسدة. رموز فاسدة أخي، مو أنا اللي أحكيها، هذه إحصائيات دولية، إحصائيات دولية. يقول لك لا والله أنا ما لي علاقة، عند نواب بالبرلمان وعنده وزارات من 2003 ولغاية الآن، وعليهم مذكرات إلقاء قبض، بس من يقدر ينفذها؟ لأن عندهم ميليشيات وعندهم ناس مسلحين. أكو اتصال آخر، سعد من بغداد، تفضل سعد. سعد، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي أستاذنا العزيز؟ حياك الله، يا هلا بيك. ممكن تنطيني وقت مثل ما خليت أبو عمر يحكي وأبو محمد يحكي والبقية يحكون؟ تفضل. يعزك الله ويبارك فيك حبيبي. يا هلا بيك. سألت سؤال، أنت تقول برنامجنا مو طائفي. نعم. أنا ما راح أحكي بالطائفية. نعم. أنت مثل ما تفضلت، الجماعة اللي قبل اتصلوا وقالوا سيد مقتدى طائفي وحرق الجوامع. أنا نعم. راح أسأل سؤال بنفس الوقت. تفضل. من اللي قتل ولدنا 1700 نفر بسبايكر؟ داعش. المناطق المنعايدة؟ داعش. اسمح لي خلني أكمل. داعش. المناطق المنعايدة؟ نعم. المناطق سنية. يعني أنا بال 2006 من أتهم جيش المهدي موثق أقول الشيعة؟ لا، ما أقول الشيعة أخي، أقول جماعة الصدر. خلني أكمل. ومن أقول داعش؟ خلني أكمل. ما أعمم على كل السنة. اقول لك اذا كل لا 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 مهسه لا لا انت سالتني وانا راح اجاوبك، انا راح اجاوبك، انا راح اجاوبك. اذا كل السنه بالعراق دواعش مثل فكرك انت، تظل انت على قيد الحياه؟ كان المعركه مستمره من 2003 ولغايه الان. هذا المنطق مالتك. احنا ما بدنا نحكي على شيعة وسنه اخي، احنا سالنا انتوا ضجتوا لان بدنا نحكي على هذا الموضوع. جماعة مقتدى الصدر، انتوا ليش نزلتوا البارحة؟ جاوبونا، بلكي تقنعونا يا اخي، جو صحيح انتوا منطقكم والشعب كله غلط. احكونا ليش نزلتوا البارحة؟ جاوبني سعد. فخلنا نحكي، اعطيني مجال. خلنا تفضل، ما انا منطق مجال قاعد اسال عليها. تفضل، ليش نزلتوا البارحة؟ ليش نزلنا البارحة؟ ايه جاوب. اخي عندنا معلومات موجودة تقول محدد المراقد كربلاء والنجف تنضرب. أيه؟ اولا المراقد هاي ملاحية شيعية ولاحية سنية للكل. تمام. وعندنا اخواننا السنة واحنا السنة دي يزورون كربلاء ونجف. تمام. بعد. ما مخصص المقتدى الصدر. ماشي. بالنسبة لسيد مقتدى الصدر، انت تقول السور من 2003 ولحد الان. تمام. اخي امر لي منو حررها؟ الجزيرة سامرة منو حررها؟ الدجيل منو حررها؟ بلد منو حررها؟ هاي المناطق سنية لو شيعية؟ ليش السحبوا اليوم؟ التهديد اليوم؟ التهديد زال؟ نزل. نزل. هل زال التهديد؟ نزل تعالي العزيز. نعم. نزل الإعلام، الحرب كلها إعلام. تمام. نزل من البارحة لليوم استعرض. ايه. سلاحه وقوته. نعم. ونعرف كل زي المقتدى الصدر شنو قوته وشنو أتباعه. جيش عقائد إسلامي. نعم. مو جيش عسكري. ايه. وعنده عقيدة اللي هي عقيدة السرايا تابعة للحشد لولا. لا، السرايا عقائد السيد مقتدى خاصراً. انت ما تفرض زعيمك. بس اسمعني 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 اسمعني. واحد من المشاركين، التهديد، هل التهديد زال؟ هل التهديد زال اخي؟ نزل علن اني مستعد وجاهز. يقول لك اني مستعد وجاهز اليوم. انت ماشي. حتى عندك طلاب تمام عشائريه استاذ العزيز، وانت ذا رجل من عشائر فتفهمها. اقول لك اليوم حتى عندك طلاب عشائريه يسمون ولد عمك. تمام. ويحطون سلاحهم بيتهم ويحطون له صورتي انا ثلاثه وينشرها بالفيس. عم سعد يقول للعشيره المقابل عمي سعد. عم سعد صديقي، هذا منطق، المنطق مال والله مشكله عشائريه ما شنو، انا هذا ما اشتغل لي. تمام، خليني احاورك حوار هادئ. الجيش والاستخبارات والأمن والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، إذا أكو تهديد على هذه المراقد وينهم لعد؟ بالله أسألك سؤال. ميتر بيان وقال أنا تحت أمرة الدولة وأنا مع الدولة أشتغل، والجهاد البارحة يفتر وياه. مو أنا بدي أسألك سؤال. يفتر وياه والدولة كلها تفتر وياه. تفضل اسأل وأنا جاوبك. مو سألتك سؤال، وينهم؟ ليش ما قالوا هي. أكو تهديدات وأعلنوا حالة إنذار ونزلوا على هذه المراقد؟
فريق نزلت كلها نزلت كربلاء ونزلت الباحه كلها غطايه باكملها انت لزمة وين واحد قاعد تحكي من عمان لزمه واحد لزمه واحد المصادر اللي عندك ما لزمه واحد يا اخي بس قل لي انت ليش تكذب الواقع إيه؟ انت ليش تكذب الواقع انتم ما تقدرون تقتنعون بالواقع وين الواقع لزمه واحد من اللي هدد اخي قاعد ما قاعد انت مالك علاقه انت انا وين قاعد انت مالك علاقه ما لك علاقة أخي مثل ما كانوا جماعتك قاعدين بإيران ما لك علاقة أنا سألتك سؤال ألقوا القبض على أحد لو السيد ضاج بالمهرجان النجف وضجتوا وتحشون لي أنتم بحرية التعبير ضجتوا لي أنطلع أقول لك إذا جيش كامل مثل ما أنت تسميه تهز يهز مهرجان أو قصيدة ايش خليته لعد؟ ايش خليته؟ اسالك سؤال؟ زين لا تسالني انا مقدم البرنامج ما تسالني لا خلاص اشكرك انا مع السلامه اشكرك لان انت الحوار معك ومع غيرك عقيم جدا انا هنا انا اللي اسال مو انت تسالني انا مقدم البرنامج يعني دخلت شتافتكم احنا لم نسب ولم نشتم احنا دا نعرض حلقه حول نزول جماعه التيار الصدر البارحه ليش نزلوا؟ انت دا تقول والله اكو تهديد ماشي هذا التهديد هل وصل إلى نتيجة؟ هل تم إلقاء القبض على من يحاولون خلق فتنة طائفية، خلق حرب، خلق شيء؟ شوف طينا إياهم من ذولا؟ زين وين الاستخبارات؟ من يدلون؟ شنو موقعهم من العراب؟ صباح من بغداد، فضل صباح. عليكم استاذ عمار. اهلا وسهلا بك. بالنسبه لسعد اللي هسه خابر يحكي ويسولف يقول لك الطائفيه والسبايكر وغيره، سبايكر خليه مشكله يا اخي مشكله عندهم هم عندهم مشكله. يعني عد انت اليوم تتكلم على موضوع مقتدى الصدر نزل البارحه جماعته، قال لك لا والله مو انت تحكي بالطائفيه، يقابل انا نزلت السيارات والسيارات والاسلحه بالشارع ما معقوله. نعم. فهذا الشخص سعد بالنسبة لحادثة سبايكر اللي مع الأسف عليها هذا إرهاب هذا يعتبر المالكي والقيادات الأمنية يعرفون منه اللي قيادات داعش وغيرها وين دربت ومن يدعمهم الدول العظمى إيران وغيرها الأمريكا هي اللي تدعمهم الطائفية احنا ما نحكي بالطائفية بس أريد أسأل سعداني جيش المهدي بفترة الطائفية بال 2005 و 2006 شقد قتل من أبناء السنة اللي اسمه عمر واللي اسمه بكر واللي اسمه صدام واللي اسمه كل الأسماء قتلوهم لا يقول لك هاي مو صحيح موثقة صورة وصوت يقول لك احنا من ضمن مقاطع فيديوية موجودة على اليوتيوب نعم والجوامع اللي فجروها ويصيحون يا حسين يا زينب وهم بريئين منهم أهل البيت من هذول الناس الشراذم اللي جيش المهدي بوقتها هو جيش المهدي حاليا وسرايا السلام اللي موجودة بالنجف حصرا حادثة النجف اللي صارت قبل سنة وراحن بيها ضحايا وقتلة وشهداء من اللي قتلهم هو قتلوهم القبعات الزرق وجيش المهدي والدليل على كلامي أن الجاني والمجرمين ما طلع جيش المهدي وسرايا السلام ومقتدى الصدر اللي هي منطقة النجف وإلقى القبض على العصابات هاي الميليشياوية اللي قتلت وخطفت الناشطين السياسيين والمتظاهرين والنساء وهددهم وضربهم ببيوت الناشطين وين جيش المهدي ومقتدى الصدر من بالنجف من هذول اللي الميليشيات الموجودة اللي سوت بالمتظاهرين وهم أبناء جلدته يعني احنا بقناة الرافدين وقناة الرافدين الكريمة ما نحكي طائفية نحكي بدماء الشهداء هذا واقع العراق نعم يقول مقتدى الصدر ملاحظة يقول مقتدى الصدر جت معلومة مين جت معلومات شنو انت مخابرات امن وطني يقول عندي معلومه استخباراتيه وين دور رئيس الوزراء والاجهزه الامنيه في هاي المعلومات اللي وصلتهم غير ينتشر الجيش والداخليه والاتحاديه وغيرها انت شنو لكن احنا نعرف مقتدى الصدر وهذا السعد اللي يحكي باسم مقتدى الصدر والقبل عثماني يدافعون عليه مستفادين من السرقات والنهب والسلب وصار موادهم هسه كانوا يشتغلون بالعتيق احنا نعرف ان هاي الرساله من مقتدى الصدر الى كل اهل بالجنوب رسالة قالت شلون جرت اذن تراني جيش المهدي وسرايا السلام موجوده وهدد انا بالانتخابات اريد الحصه الاكبر واني اي شخص يتعدى الحدود ويتجاوز على سماحه السيد مقتدى مصير القتل والخطف وغيره هاي رساله للدوله ان ماكو دوله غير مقتدى ورساله ثانيه للمتظاهرين والناشطين السياسيين اني هاي قوتي الشخصيه هي الشخصيه هذا الاستعراض استعراض ميليشياوي هذا الاستعراض خارج نطاق الدوله ان بين مقتدى الصدر صباح. والعصابه مالته انهم ما عندهم قانون اقول لك غير هي الشخصيه
وعده هيش أتباع يترفع حتى إذا أكو إساءة بحقه فهو أكبر من الإساءة المفروض يكون. يعني إذا طلعوا 3-4-10-100 ألف أساءوا إله وهو يقول لك عنده أتباع بالملايين، هو يعني الصد على ذولا؟ خلي الناس تعبر عن رأيها يا أخي، خلي الناس تعبر عن رأيها وخلص. وكفى الله المؤمنين القتال. يقول لكم تهديد العتبات الموجودة بكربل ونجف، زين من استعرضتوا بالبصرة ماكو عتبات ولا كو مراقد ولا خلاص. شنو استعراضكم بالبصرة؟ البصرة ما بيها مراقد ولا حتى بغداد بيها ذيك المراقد باستثناء سيدنا الكاظم، ماكو أحد. إذا استعرضتوا بالبصرة في سبيل تخوفون العالم وترهبون المتظاهرين. أشكرك صباح من بغداد، انتهى وقت البرنامج، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.